مغاربة يثورون ضد الرابور مسلم بسبب خيانة زوجته مع أمل صقر. شاهد التفاصيل. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا. هيا بنا. أثار فضح طليقة الرابور مسلم لوجود علاقة بينه وبين الممثلة أمل صقر موجة غضب عارمة بين متتبعي كلا الفنانين، وذلك عقب التصريحات التي خرجت بها طليقة الرابور صباح اليوم الاثنين. وقالت الزوجة السابقة لمغني الراب عبد الهادي المزوري المعروف فنيا بلقب مسلم خلال خرجة إعلامية بأن زوجها على علاقة بالممثلة أمل صقر منذ 5 سنوات، وأضافت: بعد قصة حب طويلة وزواج دام 11 سنة رزقنا خلالها بطفلين، كانت هي أي أمل صقر سبب طلاقي بعدما ربطتها علاقة غير شرعية بزوجي. ومن جهة أخرى كشفت نبيلة طليقة مسلم بأنها تعرضت لتهديدات من أمل صقر تعتزم فيها نشر صورها في مواقع إباحية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لطليقة مسلم مساندين الطليقة ومعبرين عن غضبهم من تصرف هذا الأخير. وكانت قبل أسابيع قد انتشرت أخبار مفادها أن الرابور المغربي تزوج للمرة الثانية بممثلة معروفة قيل أنها أمل صقر، لكن لم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي الخبر. وحاولت العديد من الجهات الاتصال بالرابور مسلم ووكيل أعماله إضافة إلى الممثلة المغربية أمل صقر للتأكد من صحة الخبر، لكن هواتفهم ظلت خارج التغطية. ومن خلال تعليقات أحد المتتبعين الذي قال: مسلم ندعمك منذ البداية، وكم تخرو بك كم غربة، كنت كتكسف أغاني ديالك الواقع المر ديال كل مغربي، ولكن اليوم طفح الكيل، خطأ مر خطأ، شوها مر شوها، سوف نتكلم لأنك ماشي في طريق الهاوية، أخطأ بالجملة في مسارك الفني، بدأت ببادي دوبل من أجل ترويض الرأي العام، قلنا ماشي مشكل الله يسامح. بالإضافة إلى الأغاني التي قمت بإصدارها مؤخرا تبين أن النيفو ديالك طاح بزاف، وما بقيتيش كتعالج مواضيع الشعب وتهضر للمعاناة اللي كيعانيو منها المغاربة اللي حنا عرفناك وشجعناك عليها. ثالثا اللوك الجديد ترطيبة وملابس ببريو، اي حرية شخصية، ولكن تينا باعتبارك فنان د الشعب خصك على الأقل تعبر لهادشي في اللباس ديالك كأضعف الإيمان، وبالتالي هادشي خلاك تفقد مصداقيتك. وأخيرا النقطة التي أفاضت الكأس هي خروج زوجتك المحترمة السابقة اللي بدات معاك وقفت معاك قبل ما وصل مسلم لهاد الشهرة، والخير اللي وصل له دابا بتصريح تؤكد فيه خبر خيانتك لها مع أمل صقر وتفضحك بأنك شخص بلا مبادئ عكس ما كان يظن الجمهور واللي فان ديالك اللي كنت أنا الأول منهم. جاتك سن المراهقة معطلة، أشرف تبت راسك، راه الدنيا ما داي ماشي، اللهم الواحد يخلي الصورة ديالو محترمة مع الناس. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.